أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا اسمي لي لأنه كاين تبرع، سمعت البارح وجيت اليوم في الصباح باش نتبرع بالدم ديالي باش نساعد به ناس اخرين كيكونوا محتاجين ليه. ومن طوق انا عرفت انا نفسي التحاليل ديالي صدقة كتبقى جارية. الانسان كينقض حياة ابرياء اخرين محتاجين للدم. انا وقفت انا باش نهار ممكن تنض الصحه ديالي تدهور ونحتاج الدم تاعنا نلقى واحد اخر تا هو عطي الدم تاعو بحقه ونستافد منه تاعنا. دير سباك هنا اللي كتنهجها وزارة الشباب والرياضة طبعا في إطار البرنامج السنوي اللي كتوضعه المديرية الإقليمية وزارة الشباب والرياضة بسيدي بنور، عدة أنشطة فيما هو اجتماعي ثقافي تربوي طبي، تنظيم مجموعة من الحملات. جات هذا الوقت منظموا واحد الحملة طبعا تحت إشراف السيد العامل ومن تنظيم مديرية ديال الصحة وبشراكة طبعا مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع المديرية ديال الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي. رأينا أننا نظموا واحد الحملة إقليمية للتبرع بالدم. كانت يومين سابقين كانوا في مدينة سيدي بنور بالضبط في دار الشباب الزمامرة اللي عرفات مشاركة العديد من المواطنين وتبرعوا بالدم طبعا، وانتقلت الحملة إلى مدينة الزمامرة في دار الشباب. كانت البارحة الحملة اللي عرفات مشاركة العديد من المواطنين والفعاليات المجتمع المدني. طبعا هاد الحملة كتجي في إطار شراكة مع مجموعة من المتدخلين من أجل التبرع بالدم، اللي كنعرفوا أن كاين مجموعة من الحوادث، كاين مجموعة من المخاطر، وكنعرفوا أن التبرع بالدم، وكنعرفوا أن كاين واحد الخصاص. اليوم باش نتبرع بالدم بغينا نديروا هذا العمل الخير. كنت جا عندي صاحبي قال لي راه كاين واحد العمل الخير باش كندير التبرع بالدم وجينا نتبرعوا به. ومنها ثاني كان ندير لي واحد كيقعد واحد الصفيه ديال الدم ثاني، ومنها ثاني كتنقص الدات ديالنا بعد. وبغينا ثاني نشوفوا المشاهدين ديالنا، المشاهدين اللي غيشوفونا دابا نشجعهم تما على الدعم الخير.
شكرا بزاف حيت على هاد العمل اللي دايرو، حيت هادشي عمر ما حيتكم ما جاوش هما هنا، عمر بنادم ما غيمشي انه غيقلب، وانهم هما مني سقنا خبرنا رشجعونا مزيان باش جينا عاد. مدينة الزمامرة اللي كنا فيها البارح كان واحد الإقبال شوية، ما نقولوش ما كاينش إقبال، ولكن المهم درنا واحد 42 ديال الناس ديال المتبرعين، وهاد الصباح راه العملية غادي إن شاء الله نقدروا بحال البارح ولا أقل، باقي ما عرفناش، لأنه كاين اليوم اليوم الخميس ديال السوق، باقي كنتظروا المتبرعين إن شاء الله. بالنسبة لمدينة سيدي بنور عدد المتبرعين 225 متبرع اللي دازت. بالنسبة لخميس الزمامرة يلا لحد الآن واصلين 58 متبرع. هذا ما كيعنيش أنه الناس ما غاديش يتبرعوا، ولكن الحمد لله احنا باقي كنتسناو الناس نشوفوا شنو كاين.